طيب، تكملة السؤال. 5 أس 3 وصلنا عند الحساب. 5 أس 3 اللي هي 125 ناقص 5 أس 2 25 زائد 220 بخمسة، هاي الصفر. 22 بخمسة هاي 5 ضرب 22. 5 باتنين 5 باتنين 10، 0 واحد باليد. 5 باتنين 10، واحد باليد 11. يعني صارت 5 باتنين وعشرين 110. هون في الصفر هاد، وهاي كمان 110، يعني 1100 زائد ايش؟ زائد 200. احسب، كمل الحساب. 125 ناقص 25 100 100، هاي 100 زائد 1100 صار 1200، وكمان 200 يعني الجواب 1400. جواب ايش؟ الجواب النهائي. هذا ايش؟ الجواب النهائي 1400. اذا السؤال هذا هيو معطيك التكلفة، معطيك الربح، وبيحكي لك جد الإيراد، وبعدين الإيراد الناتج عن بيع خمس غسالات. عندك الإيراد د، الربح ر، التكلفة ك، هاي ك وهي ر، بدك د، د يساوي ر زائد ك، حطينا الر زائد ك جمعنا. بده الإيراد الناتج عن بيع 5 غسالات، عوضنا ايش؟ عوضنا السين د 5، 5 تكعيب ناقص 5 تربيع زائد 225 زائد 200. يطلع الجواب النهائي كام؟ 1400.